طبيعة الحال هناك فرق كبير بين الهدية وبين الرشوة. نعم الهدية قد تكون صورة من صور الرشوة، ولكن في القانون الجنائي المغربي هناك من يعمل على التفريق بين الرشوة اللاحقة وبين المكافأة اللاحقة. فهناك قرار للمحكمة النقد المغربية اعتبرت بأن الهدية التي تقدم للموظف بعد أدائه للعمل المطلوب منه ودون طلب من الموظف لا تعتبر جريمة، لا بالنسبة لمقدمها ولا بالنسبة يعني للراشي ولا بالنسبة للمرتشي. هذا مؤشر فيه يعني اتجاه قضائي على ان الهدية اللاحقة التي تقدم للموظف دون ان يكون هناك اتفاق ودون طلب من الموظف هي بمثابة هدية. في بعض الدول عملت على تجريم المكافأة اللاحقة او الهدية اللاحقة، ولكن هناك صمت تشريعي، وفي خضم هذا الصمت التشريعي نجد تدخل للقضاء من أجل إعطاء هذا الحل. فكلما كان هناك اتفاق بين الموظف وبين المقدم أو صاحب الحاجة نكون بصدد مكافأة بصدد رشوة لاحقة مجرمة في إطار القانون الجنائي المغربي. وكلما لا يكون هناك اتفاق بين الموظف وبين الشخص لا على المكافأة ولا على القيام بعمل امتناع العمل، فإننا نكون بصدد هدية غير مجرمة في إطار القانون الجنائي المغربي، والعمل القضائي يعتبرها أنها مجرد هدية.